لكن اليوم حوالي الساعة 11 وربع بيكون معي مارونة شديد، بدنا نحضر سوا تشيكن كلاب ساندويتش ايطاليان ستايل. لتحضير هالكلاب ساندويتش بيلزمكم بان دو مي اكيدي، دجاج، مايونيز، حبق، نعناع، كبيس خيار، كمينة ملح، بهار أسود، بيستو صوص، مرتديل، جبنة البروفولوني، بندورة، آيسبرغ، كمينة بيض مسلوق، وسلطة خضراء. هو هني مقادير اليوم، تابعونا حوالي الساعة 11 ربع مع شيف مارون شديد. هلأ بريك وبنرجع لعند رندا فهد ببالانس. رجعت مشاهدينا، قلنا لكم انه نحن بدنا نتاخر اليوم بكوكينج، بس بدنا نعمل كوكينج وتيستينج ورا بعض. صح. سو كان عندنا ضيوف. صباح الخير مروان. صباح الخير ستيف. صباح. صباح وانت. اليوم شو عندنا؟ اليوم عاملين تشيكن ساندويتش. تسمح لي تسمح لي قبل ما تبلش بدي اقول للمشاهدين انه مارون شديد صار عنده بيج على الفيسبوك. اوكي. صار عنده بيج على الفيسبوك، بقى هلا بدكم تشوفوه هون. يس. اوكي؟ بتفوتوا عمرون شديد، في عنده اثنين، في وحده هون بتشوفوا صورته، لا لازم لوجو. تشوفوا اللوجو الجديد لمارون. صح. فوالا. شو صار؟ بفوتوا بيعملوا لايك على البيج. هون. هي اثني كبست على شي محل. فوالا. هون. هيدا اللوجو الجديد لمارون، وهون بقى فيكم تفوتوا وتعملوا له لايك. كل يلي بحبوا طبخه، كل يلي بحبوه، كل يلي بس يشوفوني على الطريق بيسالوني عنه. هلا كمان اصلا رح تصير نعمل بوستنج ايفن للريسبيز اللي عم نعمله على ام تي في. فيري جود. وكلهم بيسالوني امتى الكتاب الجديد لمارون. بيصيروا يلحقوا ان ذا كومينج ويكس، بيصيروا كلهم موجودين مع الابيزودز، مع كل ال فيري جود، مع كل اللي لازم. اكيد هلا صار فينا نقول الانجريديان. بدنا نطبخ؟ بدنا نطبخ؟ لا بدي اشوف اذا مرقوا الانجريديون. لا ما بعتقد مرقوا. بدنا نلحق لون. يلا بدنا بان دو مي، دجاج، مايونيز، حبق، نعناع، كبيس خيار، ملح، بهار اسود، بيستو صوص، وكمان يا لطيف شو هال بان دو مي، شو هال تشيكن كلاب رح ناكله. بدنا مرتديل. صحيح. جبنة البروفولوني. كوريكت. آيسبرغ، بيض مسلوق، سلطة خضار. ولا هلا أول شغلة عم بعملها هي عم بتبل الدجاج لأنه بدي أطبخه. لاحظت. لحتى بدك تعملها جريل. بدي أعملها إيه شوي هيك على الناش، إنه يعني بالبوال ما رح أحط كثير زيت كأنه جريل. بالبوال. هي هون رح نحط معه شوية زيت زيتون. أوكي. وهلا بنطبخهم. بهذا الشكل. هلا نرجع بعدين. هلا كلهم شقفتين رنا خديهم نعملهم بهذا الوقت. كمان ستيف رح اجيب المقلايه الثانيه يلي بدي اعمل فيها الباندومي، بس بعد بكير شوي لنبلش الباندومي. ورح انطر الدجاج اول شيء خلصهم وبلش حضر لاعمل السلد. هلا هون بالدجاج فينا نعمل شغلتين، فينا نعمل سلطه بالدجاج، يعني بس نشوي الدجاجات نقصهم ونحطهم مع كبيس مع مايونيز ومع بيستو، او البيستو فينا نحطه سبريد. وفينا كمان بذات الوقت ما نقص ما نعمل سلطه بالدجاج، نعمل الشيكن بريست نخليهم مثل ما هن، نقصهم سلايسز ونحطهم هول سلايسز. هلا ايها احسن؟ اثنيناتهم طيبين، اثنيناتهم. الفرق انه باول وحده كنت عم بقول لما بقصهم كنت عم بعمل لهم سلط، عم بخلطهم عم بعمل سيزنينج مثل ما بدي، بصير كمان اهين لحتى
رح ناخد وقفة مارون نرجع لكم. نرجع لكم نحن طبخنا الدجاجات. عم نطبخ الدجاجات مزبوط. عم نطبخ الدجاجات ما كان فينا ننطر لأنه بعدين ما بيكون في تيستينج. بعدين مين بيزعل؟ بزعل بتزعل أنا بزعل بتزعل نادية كمان. عرفوا بالرجي بتزعل نادية. أوكي. أوكي. لكن مارون جديد مارون جديد كم لايكر كان عندك؟ 50 لأنه جديد فتحته لهيدا هلا صار عنده 120. هون بدنا كل المشاهدين يفوتوا على البيج يشوفوها ويتابعونا يعني على طول كل يوم هوني. لحتى هون بيتابعوا حتى جديد. كل اللي عم نعمله ولا اوكي هيدي اللوجو وهيك مارون جديد هيدي البيج تبعيته اوكي فوت عليها اعملوا لايك عندك بدو لايك وتابعونا وتابعونا على طول وتغزلوا فيه اذا بتحبوا مع بارب او بلا بارب. اوكي هون الدجاجات مبدئيا استووا ستيف شفتي شو عملت اول شيء قلعتهم بنار قويه كمان لانه المشاهدين قلعتهم بنار قويه لاخذوا لون رجعت وطيت النار كثير وغطيتها خليتها الستيم اللي عم يطلع هو اللي يطبخ هو اللي يطبخ الدجاج بالنص صحيح بشكل بتحطها بالفرن نو أوكي. بشكل انه ما تنشف يعني بنكون عملناها هون تكنيك بنقول له بان ستيم جوسي بان ستيمينج عم نطبخ الاكل بالبخار اللي عم يطلع منه هون بنحافظ على الطعمه بنحافظ على كل شيء فيه هلا بهذا الوقت رح ناخذ الكبيس رح اقصهم بهذا الشكل يامي ريحة الدجاج والكبيس بدك تخلطهم مع المايونيز ما هيك؟ صح لأنه بس قصهم هيك يعني رح تخلطهم مع المايونيز صرنا بنعرف شو بدك تعمل ورح قلك ليش رح قلك السبب لأنه إذا الكبيس بدي قصهم بهذا الشكل افترضي معك حق رح تطلع طعم الكبيس بس كبيس قوية برافو ستيف تلميذك مارون قوية ستيف نادية صحيح عملتي لايك للبيج نادية؟ ما عندها فيسبوك يعني ما بدك تعمل فيسبوك للبيج ستيفاني بتعمل عني عملت انا ايه اوكي هون كمان رح نعمل كبيس هلا شو رح اعمل؟ رح شيل الدجاج شو رح تعمل؟ رح احطهم بالصحن هذا الجو اللي هون اكيد رح حافظ عليه ليه؟ شوف شو رح اعمل شوف شو رح اعمل اجتني فكره كثير منيحه هلا الكلينك فين؟ وين الكلينك فين؟ باردون ستيف رح اخذ الكلينك فين بدك تغطيهم ليضلوا جوسي غطي الدجاجات صحيح ليضلوا ليستكفوا طبخ وينزلوا الجو تبعهم ويصير عندي طعمه بتاخذ العالم صار عندنا ضيوف سمكات كمان بالاستوديو ايه شفتي لاحظت؟ بالاكواريوم لاحظت سو هون شي نهار اذا جعنا فينا ناكل بتصيدهم ايه اوكي هلا رح نكفي بالميزون بلاس ل كلاب ساندويتش شحيه فوالا هون رح افرمهم كلهم رح بلش احضر كل اللي يعني تقريبا عم نعملها لايت بس المايونيز مش لايت وفينا هلا الاستاف في اعملها بلا مايونيز يعني ما في شيء بيجبرني احط المايونيز اوكي بس انه كمان بدل ما احط كميه مايونيز كثير في احط شوي ما كثر هون اذا بدي بلش احضرها باخذ الخس عندي الايس برغ اوريدي بعملهم وراء بهذا الشكل سو هيدي يعني للمشاهدين اذا عندهم افترنون تي او 5 اوكلوك تي اذا عندهم ابيريتيفو اذا عندهم شو ما كان فيهم يعملوا هالكلاب ساندويتش هلا هون بدي الاكس سلايسر، الاكس سلايسر بما انه ما معي فرح استعمل رح جرب اعمله مثل الاكس سلايسر لا رح اعمله مثل الاكس سلايسر رح يفرطوا فرطوا ولا ما فرطوا؟ ما فرطوا شفتي التكنيك كيف؟ بتعرف كيف تمسكهم لانه شاطر 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 بالمسك شو هالشيف بيعرف يقص البيضة بلا اكس سلايسر اوكي فهون صار عندي البيض كمان جاهزين ريدي تو جو صار عندي خي شلت لنا شوي من
جون دوف. اوكي بعدين حاخذ طماط بتجنن البندوره فيرم اسيه. ما بعرف عندنا وقت بعد. ملاحظ شيء صرت بتقولك؟ امبلا امبلا ملاحظ على غير عادي اليوم ستيف. لبس كعب. ما عم بقول لك على غير عادي، شو القصة؟ دايما بتبينوا اطول مني لانه ما بلبس كعب. بيلبق لك اصلا. شو ما لبستي. طيب هلا رح ارجع اخذ نعنع. شو قلتوا لي؟ اه حاخذ نعنع. اوكي. رح افرمهم. رح افرم النعنع ناعم. بيعملوا كونفيو. استفيد تقرا قوية ستيفاني. جاوبيهم يا ستيفاني، عم نكتوا علي. قال انا مسقفه بستفيد. وصل لي كتاب يا شربل اليوم. شربل بما انك عم تسال، وصل لي كتاب اسمه برين ماترز. وصل لي كتاب اسمه برين ماترز من كريم ابو حيدر من الاي سي اس سكول اللي كانوا ضيوفي من فتره. بدي اقول له ميرسي لانه ما في رقمه لحتى اقول له ثانك يو. بس عم بشوفوا كيف الريسيرش اللي بيعملوها على البرين، في واحد استعملها بالصف، عم شوف اذا فيني استفيد منها لاولادي. بس ببساطه انا ما عندي برين لا ارى، انا بس اولادي عندهم. مين عم بيحكيك؟ مين عم بيحكيكي هيك؟ عم بقول لك هيك ناديه. رنا وشربل قال انا مثقفه ما بروح اي ثانيه. عم بيتمسألوا. ستيفاني انت بتقبلي؟ ايه بقبل. هاي الحقيقه. هاي الحقيقة المرة يعني. بارتي. Go and get a life Nadia. Go and get a life. I have one. I have two. كارثة إذا تو. I have all my life. أنت عم تحكي عن عن الساندويتش إيه شيف؟ بردو. You have two sandwiches. I have two sandwiches, yes, of course. هلا الدجاجات شفتي كيف نزلوا المي تبعهم؟ رحب. دو يوم بعدهم دو؟ اوف كورس. هي وحدة هيدي اللي بدك. لايك؟ اميزينغ. ولا واو. هلا وندرفول مشاهدين هالطريقه. كاروييت هاي الطريقه ما حدا سبقك. هاي الطريقه طبخه شيش. رح استعمل، رح اعمل شغلتين. اوكي بس نرجع بس نرجع بس نرجع بدنا نسلم الهوا للاخبار. شيف شو حطيت؟ مايونيز وبيستو. حطيت مايونيز بيستو مع بعضهم. شفتي كيف بيخترع؟ هي بتخطر على بالك تخلطي اكيد مايونيز مع بيستو؟ انا ما عندي مايونيز بالبيت. ولا انا. لانه بحبه بخاف اكل. هذه توست. شربل هو معه عنده مايونيز مع سوري شربل بس مبين. المكتوب من قرا من عنوانه. المكتوب من قرا من عنوانه يا شربل. ما حق. He's getting his life. برافو شربل. برافو شربل. بحب ياكل. اوكي. هلا رح استعمل هدول كسبريد على الساندويتش. ما كترت كثير بيستو ها؟ لا. نو. لأنه حاطط الدجاج كمان شوي. ما عم نسمعكم. هلا رح كفي. شو يعني؟ هي ملغومة. هيدا واحد اثنين. ادي عقلي رنا. بريد سبريد. بريد سبريد. مين بدي؟ كومبوننت اوف ا ساندويتش. كومبوننت اوف ا ساندويتش. بريد سبريد. سبريد. مين بدي اند غارنش. This is the bread. This is the spread. اوكي. حطوا لهم ركبتين ساندويتش. بريد. مين بدي؟ مين بدي؟ اند غارنش. اند غارنش. هون المين بدي هن ال نحن المين بدي. We are your buddies, chef. Hey, his guardian angels. خلص خلوني فوكس. الله يخليكم. هلا هذا عودي تركيز. يلا سكتنا. يلا طيب اوكي. هلا شو رح اعمل؟ بدنا نشوف كمان نتعلم. بدنا نشوف كم لايك صار عندك. رح اخذ المرتدات شوف في لي رح نحطها هون. كلهم بدهم يدوقوا ما في كثير. سوري تخسونا بعدين تخسونا. اي اوكي.
اوكي مارون تنشوف كم لايك صار عندك. صار عندنا خرجينا 196 هذه عم نتكلم 196 برافو 196 برافو نتكل عليكم مشاهدينا كثير عندهم بدهم كلهم بدهم يدوقوا الساندوتش مش هيك عم يعملوا لك هلا جايين هون قالوا لي فوالا شو فيها سلام شيف؟ هيدا اللوجو تبع مارون الجديد مكتوب مارون الجديد فوتوا لعند مارون الجديد واعملوا لايك مالي سكرت لكم الكاد عم بحط شيء اهم هلا شيف اوكي هون كبيس. عندي أبوكا. كبيس دجاج شويتهم وقطعتهم شقف صغار وحطيت معهم مايونيز حطيت معهم بوفر او كراش بيبر مولو وحطيت معهم كمان بيستو وسيزنينج فلشتهم هون هلا رح اخذ هيدي الجبنه بتعرف هالمثل بالفرنسيوي بيقول هون. مش سينج مش مثل جيلو على بوش هذا اللي عم بحس فيه بالعربي ستيفاني بتقولي شطريقه يعني شطريقه مثلا ضروري بالفرنساوي مثقفه مثقفه بالفرنساوي هيدي هون كمان رح ارجع اخذ البيض رح احطه بهذا الشكل يا لطيف هيدا يا رنا شي ست طوابق مع اسانسور عم تسال كم طبقه نحن ما هي هيك الكريب ساندويتش هيك طيبه صح صحيح 100% شو بدي احط بعد اليوم في اذا بدكم كمان اخذ هذا الدجاج مثلا تشيكن بريست بما انه عندي اياه هون شوف حطهم بهذا الشكل برايي صار منيح منيح ها بده شيء بعد فيك تزيد بعد طابق اذا بدك لا خلص برجع باخذهم هيك وباخذهم بحطهم كلهم بهذا الشكل فوالا برجع باخذ وزعينكم بدنا ندق انا وناديا اثنين اثنين ثلاثة سو هلا رح نقصهم لأربعة ما يعتلوا همنا لا لا ما تشيلهم هولي ليه؟ ما بدها تروح لقمة ستيفاني هلا بنشيلهم همنا كلهم لحالهم مش قادرة تروح لقمة ستيفاني ستيفاني سرقيهم سرقيهم سرقت عم جيب لك اوكي سرقي ولاقيني ورا المرة هون كمان ست شي نقصهم طبعا شرب فيك الدوق ولا عليها شوية صوص بيستون هيك كبير ولا برجع بقصها كمان أربع ميلات هون برجع هلا المنظر الحلو هلا في عملنا برزنتيشن بطريقتين أو بقصة اثنين باخذها بحطها بصحن نحن عم نزعل بهذا الشكل عم نزعل نحن مارون ولا هيدي وحدة انا بفضلها صغار او بنقصها لاربعة بتعرف ليه عم تتاكل احلى صح صح بس انا عم بحكي شوي ويشف فوالا كمان ناديا مين قال لك نحن عم ناكل؟ اوه ستيف لإلك بس هيدي كيف بدنا ناكلها؟ خذيها هيك شيلي اياها هيك اياها قديش؟ بتاكل لها هيك هيك صحيح ابصلي هون بعدين هودي مشاهدينا ماما مية اذا عندي اذا عندكم كون جيبوا باندومي بجيبوا باندومي بريوشي بعد بكون اطيب بكثير فوالا اذا بدنا سلات فينا نحط معها سلات صغيره هلا كمان هاو على جنب هون فينا نشيل الكاميرا اللي عارف ايه كلها عم بعمل يلا خلص وقتنا مارون ثانك يو ميرسي ستيف اكلي مشاهدينا اكلي عملوها ببيوتكم ودقوها وانا برجع بشوفكم بكره ان الله راد ما تنسوا البسمه على وجهكم ما تنسوا تعملوا لايك للفيسبوك لمارون جديد اوكي تشاو ادمه تشاو